دكتور علي الدين هلال، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. والحقيقه طبعا هو يعني في سؤال كده في البدايه عايز اسال حضرتك عنه، يعني كيف تقرا ما يحدث حولنا الان خاصه في غزه منذ يوم 7 اكتوبر حتى الان؟ انا بشكرك على الدعوه الكريمه. شكرا. وعلى هذا البرنامج اللي يعني سمه متميزه او مذاق خاص. شكرا. بيحاول ينظر للامور في اعماقها. صحيح نتعامل مع الشؤون الجارية، لكن بنحاول نشوف أبعادها الأكثر عمقا. بس أنا عايز قبل ما أجيب على سؤال حضرتك عايز نقول كده يعني حاجتين. تفضل. يبقوا زي حلق في ودن، كل واحد بيتكلم أو بيحاول يفهم. الحاجة الأولى، نحن لا نعرف الحقائق كاملة. يعني أحد سمات الأزمات التباين بين تلاحق الأحداث وبين الحقيقة. يعني بيقول مثلا الرئيس بايدن اتكلم مع رئيس السيسي وبيتقال كلام، لكن هو بالتأكيد يتكلموا في حاجات تانية، يتكلموا في المادة دي، لكن يتكلموا طب هنفتح إمتى، كم لوري هيمشي، الشاحنة إيه، طب الوقود هيحصل فيه إيه، طب وقف إطلاق. يعني بس ساعات كده محتاج لقدر من التواضع في إبداء الأحكام الكبيرة. الحلقة الثانية وبيأكد الأولاني إن جزء كبير مما نشاهده أو نسمعه حرب نفسية، تضليل إعلامي، نوع من الردع النفسي. يعني لو هتبص في ده كل حاجة أنا في كذب. لما الولايات المتحده تقول لك والله احنا مش عارفين العدد كام ومش عارفين مين اللي ضرب المستشفى المعمداني في غزه، والله احنا مش واثقين في الارقام اللي تقولها وزاره الصحه. طب قول لنا الارقام اللي عندك ايه. لا ما عندناش مصدر اخر ليها. الامم المتحده مطلعه بيان تقول ان كل المعلومات اللي قالتها هذه الهيئه تاريخيا لا موثوق بها. انه يتقال غير اللي هتعمله، فبرضه كده نوع من فرز المعلومات. ايه اللي بيتقال بقصد التخويف او نوع من الحرب النفسيه، وايه هي الحقائق؟ والحقائق